وعليكم السلام. إن شاء الله يا شباب هنبدأ النهارده شابتر مهم جدا وهو الديب ليرنينج، وأرجو إنكم يعني تبذلوا مجهود شوية إن أنتوا تشتغلوا معايا النهارده. تمام؟ عايز أسئلة، عايز الناس صاحية، عايز الناس مركزة معايا إن شاء الله، لأن الديب ليرنينج ده الفرع الثاني اللي احنا هنتناوله بشيء من التفصيل في هذا الكورس بعد ما اتكلمنا عن الماشين ليرنينج. تمام؟ احنا احب اذكركم ان احنا حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ديت، فاحنا درسنا انواع الماشين ليرنينج الجوريزمز اللي هي بتنقسم لسوبرفايزد وان سوبرفايزد، واخدنا من السوبرفايزد كلاسيفيكيشن وريجريشن، واخدنا من الان سوبرفايزد امبارح كانت الكلاسترنج، وكده اخذنا الجوريزمس كلاسيفيكيشن والجوريزمس ريجريشن والجوريزمس كلاسترنج. ده فيما يخص جزء الماشين ليرنينج. النهارده ان شاء الله هنبدا في كورس او في جزء الديب ليرنينج، وهو الجزء المختص ان هو بيبدا كانه بيحاكي، هو بيحاكي فعلا الاستراكشر الداخلي بتاع البرين، مخ الانسان. تمام؟ في طريقه تركيبه من الداخل، بالإضافة كمان للوظائف اللي بيقوم بيها. تمام؟ لو بصينا للمخ هنلاقيه يا شباب أول ما أنت بتفكر في حل مشكلة، المخ داخليا بيبدأ يقسم المشكلة دي لأجزاء صغيرة. تمام؟ وكل جزء منهم بيبدأ يجيب السوليوشنز بتاعته. تمام؟ وبعد كده بيبدأ في الآخر خالص لما يجيب كذا سوليوشن، تمام، يعني مثلا ايه، بنرسم حاجه كده بسيطه، في الاخر بيجي جايب لك ايه بقى، مجموعه السب سوليوشنز دي مجمعها في بعض مع بعض وعامل لها سمشن عشان يجيب لك الفاينل سوليوشن. دي الطريقه اللي في ناس قعدت سنين، شباب في ناس علماء قعدوا سنين يدرسوا البرين من كل وجهات النظر، الفسيولوجيه، السيكولوجيه، كل التفاصيل الخاصه بالبرين، كل الاتجاهات بتاعته، ممكن يشوفوا تفاصيل كيفية البرين بيشتغل ازاي، بيحل المشكلات ازاي، الفانكشناليتي بتاعته ايه، بيعمل ايه، بيخلي ايه. بدأوا يدرسوا البرين ده لسنين كبيرة جدا. تمام؟ لحد ما توصلوا ان هم يقدروا يعملوا زي محاكاة للبرين ده في حاجة اسمها النيورال نيتوركس. فهو ده باختصار كده فكرة الديب ليرنينج. تمام؟ هتلاقينا بنتكلم عن شوية حاجات كده، مصطلحات هنعرفها الاول واحنا شغالين، زي شويه تعريفات وطريقه التطوير بتاعت النيورال نيتوركس. تمام؟ والكومبوننتس الموجوده في النيورال نيتوركس وفي عمليه الديب ليرنينج، وشويه حاجات بتتكلم عن الاوبتمايزيشن وشويه البروبلمز اللي هتقابل الديب ليرنينج. وطبعا واحنا ماشيين في السكه كده هنتكلم شويه عن يعني نوعين مهمين جدا من الديب ليرنينج، هما الاي ان ان والسي ان ان، دولت اللي احنا هنفوكس عليهم بشكل كبير ان شاء الله. ده بشكل سريع كده ايه اللي هيتاخد النهارده، بالاضافه ان احنا ان شاء الله في نهايه المحاضره هن implement ال ANN. تمام؟ as artificial neural network على داتا سيت بسيطه كده اسمها diabetes. ان شاء الله وقت العملي هبعتها لكم على الجروب عشان نبدا نشتغل عليه. ارجوكم مش عايزين نعدي اي تفصيله النهارده بالذات من غير ما اكون فاهمينها كويس جدا. لو سمحت هنبدا. يا دكتور، حضرتك خدت الجامعة؟ اه خدت الجامعة؟ مش مشكلة، خليك معانا في الآخر، خده مش هتفرق يعني، تقريبا دايما بتدخل متأخر فعادي يعني. طيب عشان بس من وقت ما يطولش مننا، في مقارنة كده ما بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. تمام؟ باختصار شديد الديب ليرنينج زي ما هنعرف كمان شوية ان هو في كومبيوتيشن بيتم كبير جدا، حجم بروسيسنج بيتم ضخم جدا جدا، وبالتالي بيحتاج حاجه اسمها الجي بي يو اللي هو الجرافيكال بروسيسنج يونت، اللي هو يا شباب اللي بيبقى موجود في كارت الشاشه اللي من نوع ان فيديا. تمام؟ كارت الشاشه اللي من نوع ان فيديا بيكون بداخله جي بي يو. لو احنا استخدمنا الجي بي يو ده في النيورال نتورك هيوفر علينا وقت كبير جدا في عمليه الليرنينج. ليه؟ سريعا ليه؟ عايز اقول لكم نبذه مختصره كده عن النيورال نتورك، هي عباره عن مجموعه من اللايرز. كويس؟ كل لاير فيها مجموعه من النيورونز. خلاص؟ اللايرز الاساسيه عندي في اي نيورال نتورك هي عباره عن انبوت لاير اول حاجه. تمام؟ وفي الاخر خالص في اوتبوت لاير.
وفي النص في حاجة اسمها هيدن لايرز، قلتها جامعة عشان ممكن تبقى أكتر من واحدة، ركزوا أرجوكم. وظيفة الانبوت لاير هي إن أنا بدخل عليها الانبوتس، بدخل على الانبوت إيه؟ الانبوت فيتشرز. إذن ركزوا معايا، النيورال نتورك اللي قدامنا دي عبارة عن إيه؟ لايرز، حاجة من ثلاثة، يا انبوت يا هيدن يا اوتبوت. طبعا مش حاجة من ثلاثة يعني حاجة منهم بس، لا انا بقول ان اللايرز اما تكون انبوت او اوتبوت او هيدن، ولازم الثلاثه يكونوا موجودين طبعا. طيب كل لاير بيتكون من مجموعه نيورونز، الدايره اللي انا برسمها دي، الدايره دي انا بعلمها دي، ده كده اسمه نيورون خلاص. فكل لاير فيها مجموعه نيورونز، عددهم كام؟ قال لك ركز بقى معايا، الانبوت لاير بما انها بيدخل على الانبوت فيتشرز، فعدد الانبوت نيورونز بيساوي عدد الانبوت فيتشرز. يعني عندي داتا سيت فيها خمسه فيتشرز، يبقى هيكون في الانبوت لاير خمسه نيورونز، فيها 10 فيتشرز يبقى 10 نيورونز في الانبوت لاير، وهكذا. نركز في كل كلمه بتتقال يا شباب. طب بالنسبه للاوتبوت لاير بيكون فيها عدد نيورونز بيساوي ايه؟ قال لك لو انت شغال باينري كلاسيفيكيشن زي ما قلنا امبارح، الفرق ما بين الباينري والمالتي كلاس. باينري يعني الاوتبوت بتاعك حاجه من اتنين، يا زيرو يا واحد، او اي حاجتين نو ويس، ترو فولس، حاجه من اتنين، ده بيسموه باينري كلاسيفيكيشن. في حاله ان انت شغال باينري كلاسيفيكيشن بيكون عندك 1 نيورون، نيورون واحد بس في الاوتبوت لاير. في حاله ان انت شغال باينري كلاسيفيكيشن بيكون عندك نيورون واحد بس في الاوتبوت لاير. طيب لو انت شغال مالتي كلاس، قال لك بيكون عندك نيورونز بتساوي النمبر اوف كلاسز، يعني عندك 10 كلاسز يبقى عندك 10 نيورونز في الاوتبوت لاير. ارجو كل تفصيله مهمه جدا نركز فيها. طيب اخر لاير هنتكلم عن عدد النيورونز فيها هي الهيدن لايرز. عدد النيورونز في الهيدن لايرز هايبر بارامتر، يعني ممكن تزوده وتنقصه زي ما انت عايز، بس كل ما بتزود عدد النيورونز في الهيدن لايرز بيخلي الموديل بتاعك كومبلكس اكتر، والمفروض اداؤه يكون افضل لحد ليميت معينه، وبيحصل ساتوريشن او ممكن يدي اداء عكسي كمان. طيب جميل، الخطوه الجايه ايه في النيورال نتوركس؟ قال لك كل نيورون في لير معينة بيكون متوصل بكل النيورونز في اللير اللي بعده بهذا الشكل، والنيورون اللي بعده نفس الكلام اهو. الأسهم اللي أنا بعملها دي مهمة جدا دي يا شباب، هنعرف إن اسمها بعد شوية ويتس، ودي أهم حاجة في النيورال نتورك على الإطلاق أساسا أثناء التعلم، لازم هي دي القيم اللي انا بيتم تعلمها اثناء الليرنينج، تمام؟ ان انا بابديت القيم بتاعتها وبحصل على افضل ويتس، هو ده التعلم الحقيقي، كويس؟ كل خط من دول بيبقى اسمه ويت، ده مثلا W1، ده W2، ده W3، ده W4 and so on، خلاص؟ طيب هنفرض ان ده اكس واحد وده اكس اتنين، هفهمك برضو الدنيا شغاله ازاي، وده اكس تلاته، ايه اللي بيحصل؟ قال لك بنبدا نشوف، لو انا طبعا اللي بيقولوا ان النيورون الانبوت لاير ما فيهاش اي كومبيوتيشنز، ما فيهاش اي حسابات ولا اي حاجه خالص. طيب مين اللي فيه الحسابات؟ الهيدن لاير، من اول الهيدن لايرز نيورونز، كل نيورون موجود في الهيدن لايرز اللي موجوده عندي دي او في الاوتبوت لاير بيتم حساب قيمته عن طريق التالي. هو جاي له انبوت مثلا من اكس 1، يبقى اكس 1 اهو مضروب في W1 يبقى X1 في W1 زائد، جاي له input من X2 مضروب في W كام، ممكن يكون W4 مثلا، يبقى X2 مضروب في W4 زائد، جاي له داخل منين تاني، من X3، يبقى دي X3 مضروب في الويت مثلا رقم كام 10، يبقى في ويت 10. نجمع كل دول يديني قيمة هذا النيورون. يبقى كل نيورون قيمته بتيجي منين؟ تبدأ تشوف من اللاير اللي قبله جاي له كام انبوت، وتبدأ تاخد كل انبوت جاي له من اللاير اللي قبله مضروب في الويت، وتجمع كل دول يديني قيمة النيورون. زي ما حسبت النيورون الاولاني احسب الثاني، احسب الثالث، احسب الرابع. طب استفدت من الاربعة دول بإيه؟ قال لك هتعمل نفس الكلام، هيبقى مثلا عندي هنا دبليو 11، دبليو 12، دبليو 13 مثلا يعني، ودبليو 14، هاخد النيورون الاولاني واضربه في دبليو 11
والتاني في دبليو 12 والتالت في دبليو 13 والرابع في دبليو 14 واجمعهم يطلع لي قيمه الاوت في الاخر. يبقى اللي بيحصل هو بالطريقه دي، ان انا عندي انبوتس بتدخل، الانبوتس بتنضرب في ويتس تجيب لي النيورونز اللي في اللير اللي بعدها، الليرز اللي بعدها تنضرب في الويتس بتاعتها وتديني الاوتبوت بتاع الليرز بعدها وهكذا لحد الاوتبوت كلين. واحد هيسالني ويقول لي طيب قيمه الويتس بتساوي ايه؟ يعني قيمه الاكسات دي عارفينها اللي هي الانبوت فيتشرز، طب قيمه الدبليوز دي جايه منين؟ قال لك في الاول بتبقى راندوملي انيشاليزد، وبعدين عن طريق الاوبتمايزيشن بيبدا يابديت فيها بطريقه ما لحد ما يخلص ليرنينج بيكون وصل لافضل قيمه للويتس. وهو ده خارج التعلم. عشان تبقى فاهم، النيورال نتورك، الديب ليرنينج يا شباب، في النيورال نتوركس التعلم ما هو الا ان انا بظبط الويتس بتاعه النيورال نتورك بدايه من ان انا بفترضها في الاول راندوم لحد ما اوصل لافضل قيمه للويتس دي. افضل قيمه للويتس كده انا بقى انا عملت ليرنينج للنيورال نتورك. طب بتحصل ازاي؟ عن طريق ان انا بدخل انبوت، وفي البدايه الويتس بتبقى عشوائيه، واضربهم في بعض وابدا اجمع واحسب النيورونز لحد ما اطلع اوتبوت، وابدا يا جماعه الاوتبوت اللي طالع ده اسمه واي داش، وانا معايا الواي الحقيقي اثناء التريننج ابدا اقارن الاثنين ببعض واحسب حاجه اسمها اللوز فانكشن او الايرور فانكشن. تمام؟ ومن خلال اللوز او الايرور فانكشنز ديت زي ما شرحنا في الجراديان ديسنت ابدا ارجع واغير واعدل وابديت في الويتس دي بما يتناسب مع قيمه اللوز اللي طالع، بحيث ان انا اخلي اللوز ده اقل ما يمكن. والموضوع ده بتاني رايح جاي فورورد وباكورد، تمام، لحد ما النيورال نتورك بتتعلم وبحصل في الاخر على افضل ويتس. الويتس دي بقى فيما بعد ما بخلص تعلم ببدا بعد كده ادخل انبوت بتاع التيست واضربه في الويتس يطلع لي اوتبوت، واقارنه بالواي تيست واقيم هذا الموديل. لو تقييمه كان كويس ابدا استخدمه في الريال وورك بنفس الطريقه بتاعه التيست، ان انا ادخل له اكس بس وهو يطلع لي الاوتبوت المناظر. في نوع تاني من النيورال نتورك فيه تفاصيل اكتر، خصوصا اللي بيتعامل مع الصور اللي هو السي ان ان، انما اللي انا شرحه ده هو عباره عن الاي ان ان، اللي هو النوع الاول من الارتفيشال اللي اسمه ارتفيشال نيورال نتورك، وده النوع الاول من النيورال نتوركس. الى حد ما حاولت اقول معظم المعلومات، ولكن في معلومات هتيجي تباعا واحنا شغالين دلوقتي. وهنوصل في نهايه المحاضره باذن الله ان احنا نيورال نتورك زي اللي قدامنا ديت هنبدا نبنيها من الاول وندربها ونشوف نقيمها، ولو عايزين كمان نستخدمها في ريال وورك ممكن نستخدمها عادي جدا زيها زي اي ماشين ليرنينج موديل. لو حد عنده سريعا سؤال يقوله بسرعه. فزي ما انتم شايفين كده كم كومبيوتيشنز رهيب جدا، وكم ابديتس بيتم برضو اللي هو وانت راجع بقى في الباكورد دايركشن، وانت راجع كده تبدا تغير الويتس دي طبعا باستخدام الاوبتمايزر زي الجراديان ديسنت مثلا، او زي ما قلت لكم في فيرجن محدث من الجراديان ديسنت اسمه ايه؟ اسمه ادب اوبتمايزر، وده هنستخدمه واحنا بنعمل الكود ان شاء الله. ايا كان جراديان ديسنت او ادم او اي اوبتمايزر اخر، هو وظيفته ان هو يعمل ايه بقى؟ لو تفتكروا جراديان ديسنت كان بيشتق اللوز فانكشن بالنسبه للدبليو عشان يقدر يحدد دلتا دبليو اللي هتتم بكام بالظبط، اللي هو مقدار طبعا الابديت اللي هيتم على الدبليو عشان تخلي نسبه الايرور ده اقل ما يمكن. والموضوع ده بيتم في كذا مرحله لحد ما فعلا نسبة أو مشتقة الايرور بالنسبة للويت تكاد تكون صفر، وهي دي اللي بيسموها الكونفيرجنس، اللي أنا خلاص ببقى وصلت للتعلم الصحيح. تمام؟ طب كم الكمبيوتيشنز دي بيخليك إن أنت تحتاج الجي بي يو ليه بقى؟ إيه الفرق الجي بي يو عن السي بي يو؟ إن الجي بي يو يا شباب بيسبورت حاجة اسمها الجراف كومبيوتيشن، خلاص، اللي هي فيها البارلل بروسيسنج متاح. بمعنى ان لو في عمليات لا تعتمد على بعضها ممكن يشتغلوا ان بارلل مع بعض في الجي بي يو، انما لو انت شغال سي بي يو هيشتغلوا سيكوينشال ورا بعض حتى لو ما بيعتمدوش على بعض. وهي دي القصة كلها الفرق. تمام؟ عشان كده بعد شوية على فكرة عملية لو أخدتوا بالكم يا شباب هتلاقي إن ملخص اللي بيحصل في النيورال نتورك هي عملية ضرب X of I في W of I،
طبعا اكس اوف اي دي هتبقى لو للنيورال نتورك كلها هتبقى ماتريكس، والدبليو اوف اي برضه هتبقى ماتريكس، فكانني بضرب ماتريسيز في بعض. عمليه ضرب الماتريسيز دي ممكن اعملها بحاجه اسمها نام باي زي ما قلت لكم قبل كده، ولكن للاسف مش هستخدم النام باي، وهستخدم حاجه اسمها تنسور فلو مع حاجه اسمها كيرس، وهتكلم عن دي كمان شويه قدام. ليه بستخدم دول؟ ليه بستخدم يا شباب التنسور فلو والكيرس مع النيورال نتورك؟ قال لك الفرق ما بين التنسور فلو والنام باي، هما الاثنين يعني الكور بتاعهم واحد، والتنسور فلو بيعتمد على النام باي، بس التنسور فلو فيه ميزه واحده بس، ان هو بيسبورت الجي بي يو. يبقى لو انت عندك جي بي يو في اللابتوب بتاعك وانت شغال تنسور فلو، فهيدعم ان انت تشتغل على الجي بي يو، وبالتالي هترن بارلل الحاجات اللي هي موجودة واندبندنت على بعضها، وبالتالي بدل ما الليرنينج بتاعك ياخد مثلا يومين ثلاثة في الليرنينج، ممكن ياخد مثلا 3 4 ساعات. انا قلت كلام كتير جدا، ارجو ان هو يكون الفكرة بتاعته وصلت، ان انا الفكرة بتاعت النيورال نتورك او الديب ليرنينج ان انت عندك بتعمل كومبيوتيشنز كتير، بتعمل حسابات كتير جدا، تمام، بتضرب ماتريسيس في بعض، وبتبدا تعمل حاجه اسمها باك بروباجيشن وابديت وكلام من ده كتير جدا. لو اعتمدت في شغلك على السي بي يو هتاخد وقت طويل، وبالتالي انت بتكون محتاج ان انت تشتغل على الجي بي يو. واللي يقدر يخدمك في حاجه زي كده التنسور فلو. فالتنسور فلو بيعمل نفس اللي نام باي بيعمله، بس بيعمله على الجي بي يو، وبالتالي بيقلل الوقت بدرجه كبيره جدا جدا. فهو اول حاجه في المقارنه بيقولها لك ان الماشين ليرنينج مش بيحتاج جي بي يو، انما الديب ليرنينج بيحتاج جي بي يو، تمام. بيقول لك كمان ان الماشين ليرنينج بيشتغل على سمول اماونت اوف داتا، يعني داتا سيت حجمها صغير ينفع تشتغل ماشين ليرنينج، الديب ليرنينج بيحتاج حجم كبير من الداتا. الفيتشرز بتكون في الماشين ليرنينج واضحه ومانيوالي سيلكتد، يعني مش انت اللي ايه اللي بتعملها، هي بتبقى موجوده مانيوالي في الاكسل شيت. الكلام ده بيحصل في الديب ليرنينج ان النيورال نتورك هي اللي بتكستراكت الفيتشرز، هنشوف الكلام ده في السي ان 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 شاء الله بكره. هنا الفيتشر انتربريتابيلتي اللي هو تفسير الفيتشرز وفهمها وكلام من ده سهل سهل وسترونج، انما هنا الموضوع ده صعب في الويك، في الديب ليرنينج بيكون ويك، يعني الفيتشرز ما بتكونش ظاهره ليك بشكل كبير، ما اقدرش تفسرها بشكل كبير في الديب ليرنينج، اللي بتكون هيدن في فورمات معين، يعني الصوره مثلا ايمجز ازاي هتعرف انتربريت الفيتشرز اللي فيها بشكل كبير. بيفكرنا بالتراديشنال ماشين ليرنينج ان انت بتعمل طبعا اناليسز للبروبلم وتجمع داتا سيت، بتعملها كليننج فيتشر اكستراكشن وفيتشر سيلكشن. طبعا الفرق ما بين الاثنين دول ايه؟ الفيتشر سيلكشن ان انا مثلا عندي 10 فيتشرز او 10 اعمده بختار منهم 5، انما الفيتشر اكستراكشن هو ان انا بحول شكل الفيتشرز من شكل لشكل، فدي موجوده برضو، ان انا ممكن اعمل كونفيرجن للفيتشرز من شكل لشكل، فده بيسموه فيتشر اكستراكشن. فيتشر اكستراكشن الفيتشرز اللي داخله غير اللي خارجه، انما السيلكشن الفيتشرز اللي داخله بختار منها مجموعه استخدمها، فده الفرق ما بين الاثنين. بعد كده ببدا اختار الجوريزم معين ادخل له الداتا واعمل تريننج، بعد كده بعمل ايفالويشن وتستنج والكلام ده كله. طيب بيقول لك الديب ليرنينج هو يعني عباره عن محاكاه للبرين بتاع الانسان، هو بيبقى عباره عن مجموعه من اللايرز انبوت وهيدن واوتبوت زي ما اتفقنا، ومصطلح ديب بيطلق على النيورال نتورك لما يكون عدد اللايرز الهيدن فيها كتير. يعني مصطلح ديب بقدر اطلقه على النيورال نتورك اللي عدد اللايرز فيها كتير، تمام. طبعا بيقول لك ان في الاخر ان النيورال نتورك ديت حاجه كده جايه او مستوحاه من فكره الـ او من الاستراكشر الداخلي بتاع المخ، وبيقول لك كمان ان في نوع من النيورال نتورك اسمه ارتفيشال نيورال نتورك اللي هو اختصاره ANN، وده اللي احنا ان شاء الله هننفذه النهارده. وبيقول لك ان هو بيشترك مع المخ في شويه حاجات زي الكونكرنت انفورميشن بروسيسنج اللي هو بيعمل بارل بروسيسنج، وان هو بيعمل ليرنينج بيتدرب، وبيعمل حاجه اسمها اسوشيشن اللي هو بيبدا يربط معلومات ببعضها،
وبيبدأ يعمل كلاسيفيكيشن، وبيعمل ميموري كمان اللي هو بيخزن بعض الداتا. فالحاجات دي كلها فيتشرز موجودة، احنا موجودة في الاي ان ان مستوحاة من البرين. طيب في كده مايلستونز في تاريخ النيورال نتوركس. اول ما ظهر النيورال نتورك تقريبا ظهر حاجة اسمها بيرسبترون. البرسبترون ده كان، هنشوف الرسمة بتاعته قدام شوية، عبارة عن سنجل نيورون، نيورون واحد وداخله مجموعة انبوت فيتشرز، وكل انبوت فيتشر مثلا x1 مضروبة في w1 وx2 مضروبة في w2 لحد xn مضروبة في wn، بيبدأ يعمل لهم سمشن، وبياخد الاوتبوت ده بيطبق عليه حاجة اسمها اكتيفيشن فانكشن، وبعد كده يطلع الاوتبوت. ده كان اسمه برسبترون. البرسبترون ده استخدم فعليا في ان هو يسيميوليت مثلا الاند جيت والاور جيت والحاجات دي. ولكن جه في سنه 70 حاولوا يستخدموا البرسبترون ده عشان يحل مشكله الاكس اور، فشل. ونتيجه الفشل ده خلاهم يفكروا في حاجه جديده او يطوروا تطوير جديد في النيورال نتوركس، بدل ما كان سنجل برسبترون او نيورون واحد يعني، بدأ يقولوا ايه، احنا هنزود عدد اللايرز ونزود عدد النيورونز، فبتبقى نكون حاجه اسمها مالتي لاير بيرسبترون. بدأوا بعد كده في سنه تقريبا 95 يظهر السبورت فيكتور ماشين ويستخدموه في النيورال نتورك. طب ايه علاقه السبورت فيكتور ماشين از ا كلاسيفيكيشن ماشين ليرنينج الجوريزم بالنيورال نتورك؟ قال لك بيستخدموا السبورت فيكتور ماشين بكثره مع النيورال نتورك از ا كلاسيفاير. يعني ممكن يستخدموا مثلا السي ان ان از ان نيورال نتورك فيتشر اكستراكشن، ويحطوا فيه او يضيفوا في نهايته السبورت فيكتور ماشين از ا كلاسيفاير، وهنفهم الكلام ده ان شاء الله فيما بعد. في سنه 2010 بقى بدا يظهر، او في 2006 تقريبا بدا يظهر كونسبت الديب نتورك، اللي هو بداوا يزودوا عدد اللايرز، فبداوا يقولوا عليها ديب نتيجه ان عدد اللايرز فيها بقى كتير. طيب بدأ يتكلم عن السنجل لاير بيرسبترون، احنا قلنا عليه عبارة عن سنجل نيورون وبيدخل له مجموعة انبوتس اكس، اللي هي بتتكون من مجموعة فيتشرز اسمها مثلا من اكس 0 1 لحد ان، وعندك مجموعة ويتس بنفس العدد. اللي بيحصل ان انت بتضرب الويتس دي في الاكس الانبوت ده عشان تطلع الاوتبوت، خلاص. وفي حاجة اسمها اكتيفيشن فانكشن بتطبقها عشان تعمل ليميتيشنز للاوتبوت. بمعنى الاكتيفيشن فانكشن دي يا شباب كانها ثري شولد فاليو، يعني مثلا في اكتيفيشن فانكشن قيمتها بتتراوح من واحد، ما بين واحد وسالب واحد، فاي قيمه تطلع في الاوتبوت بتبدا لو هي اكبر من الواحد تخليها واحد، ولو اقل من السالب واحد تخليها سالب واحد. يبقى دائما وابدا القيمة بتاعتك بتتراوح من سالب واحد لواحد. أستأذنكم بس دقيقة واحدة.
معذره يا شباب. فالاكتيفيشن فانكشن هي عباره، يعني مش عارف، احنا كنا بناخد في ماده اسمها الكترونيات حاجه اسمها كليبنج وكلامبنج، كان بيخش لك كده، مش عارف حد فيكم اخذ الحاجات دي، الكليبنج والكلامبنج ايوه بتقص الموجة كده. بالظبط كده، كأن الاكتيفيشن فانكشن بتعمل حاجه زي كده مع الفارق، يعني اللي هي بدل ما قيمه الاوتبوت تكون في نطاق يعني يحصل لها اكسبلوديشن وكده، ودي مشكله بتحصل فعلا والاكتيفيشن فانكشن بتعالجها، ان انا مش عايز قيمه النيورون ولا تقل قوي ولا تزيد قوي، فبخليها في ليميت من سالب واحد لحد واحد. خلاص هتكلم شويه اكتر عن الاكتيفيشن فانكشن بس كمان شويه، تمام؟ فالسنجل لاير بيرسبترون كان ليه استخدامات واستخدموه فعلا في ان هو يحاكي او يحل بعض المشاكل زي الاند جيت والاور جيت. ازاي؟ خلي بالك كل بيرسبترون او كل نيورون ده فيزيكالي هو عباره عن خط بيفصل حاجتين عن بعض. يعني ايه؟ صلوا على النبي كده. احنا عندنا الاند جيت مثلا، ايه احتمالاتها؟ لو قيمه التو انبوت 0 0 فالاوتبوت 0، لو قيمة أحد الإنبوتس 0 والتاني بواحد برضو الأوتبوت بزيرو. طيب لو الإنبوت التاني بواحد والأولاني بزيرو فبرضو الأوتبوت بزيرو. إمتى الأوتبوت يكون بواحد؟ اللي هي المربع الأسود ده، لما يكون الإنبوت الأولاني والتاني الاتنين مع بعض بواحد، صح ولا غلط الكلام ده؟ يبقى خلي بالك المربعات المفرغة دي بتعبر، يعني خلينا نحط ليجند كده نقول إن المربع المفرغ زيرو والمربع المظلل ده كده ده واحد، كويس؟ فتقدر في الرسمه اللي قدامك دي تقسم لي الاحتمالات دي لتو ريجونز بخط؟ قال لك اه، لو رسمت خط كده بالظبط كل ما هو اعلى الخط واحد وكل ما هو اسفل الخط زيرو، صح ولا غلط يا شباب؟ ها؟ صح. ممتاز. بص كده الاور جيت لوجيك اور، الحاله الوحيده للاوتبوت بزيرو لما يكون التو انبوتس بزيرو، لما يكون احدهم بواحد او الاثنين بواحد ده بواحد. طب هل تقدر تقسم الاحتمالات زيرو وواحد عن بعض بخط؟ ايوه، لو رسمت الخط بهذا الشكل. فكل ما هو اعلى الخط بواحد كل ما هو ادنى الخط بزيرو. طيب هيجي بقى المشكله تظهر هنا، دي الاكس اور، معروف عن الاكس اور لو صفر وصفر يبقى الخارج بصفر، لو واحد وواحد الخارج بصفر، لو زيرو واحد او واحد وزيرو هتلاقي الخارج بواحد. حاول كده ترسم خط يفصل الواحد عن الصفر، تقدر؟ لا طيب ايه البديل؟ طب تقدر تعمل ايه يفصل التو رينج التو فاليوز عن بعض؟ خطين خطين، الله يفتح عليك، بالظبط كده. لو انا رسمت خط كده وخط كده، اذا انا فصلت ما بين كل اللي ما بين الخطين الواحد، واللي اعلى الخط الاولاني واسفل الخط الثاني هو الزيرو. طيب دي ترجمتها ايه في النيورال نتورك؟ قال لك احنا كنا بنشتغل في قبل كده بسنجل نيورون، طب كده انت استخدمت خطين، اذا الترجمه بتاعت الخطين يبقى بدل سنجل نيورون يكون دبل نيورون. فادي الخط البنفسجي اترجم لنيورون والخط البرتقالي لنيورون تاني، وبالتالي يا شباب هيكون عندي شكل النيورال نتورك بقى اتنين نيورونز بدل واحد، وطالما بقوا اتنين الاولاني ده هيطلع لي سب سوليوشن والتاني يطلع لي سب سوليوشن تاني، وانا عايز السوليوشن كامل، فهبدا اجمع الاتنين في سوليوشن واحد واحط نيورون جديد في الاوتبوت لاير، وده هيبقى شكل النيورال نتورك اللي تشتغل او تحاكي الاكس اور بروبلم اللي ما قدرش يحلها السنجل بيرسبترون في السلايد اللي فاتت. حد فاهم حاجة؟ ايوه تمام. طيب ودي طبعا كانت البداية، بعد كده بقى بدأ يزود النيورونز زي ما هو عايز، وبدأ يزود عدد اللايرز، وفي ظهر بعد كده بقى ايه المالتي لاير زي ما انتم شايفين كده، وفي حاجة اسمها فيد فورورد نيورال نتورك، دي عبارة عن نيورال نتورك فيها زي ما اتفقنا انبوت وهيدن واوتبوت، والانبوتس بتخش من اليسار لليمين بهذا الشكل، تمام؟ واتجاه سير الداتا بيكون من اليسار لليمين، يعني من الانبوت للاوتبوت بهذا الشكل.
طبعا معظم النيورال نتوركس بتبقى فيد فورورد، تمام، وتبقى زي ما اتفقنا. معنى فيد فورورد يعني ايه؟ يعني النيورون مثلا في انبوت لاير ما بيكون هو بيمثل انبوت للنيورون في اللير اللي بعده، والنيورون في اللير اللي بعده بيكون انبوت لللير اللي بعده، وهكذا. يعني اتجاه السير دايما للامام لليمين، ما فيش اتجاه سير داتا في العكس، فبيسموها فيد فورورد. وبيقول لك بقى ان زي ما قلنا كده ان كل نيورون ممكن يتوصل بالنيورونز اللي في اللير اللي بعده، انما اللي قبله لا، يعني ما يقدرش يديها داتا للي قبله. يعني فاهمين اتجاه الداتا بيكون كده، استحاله يكون في الاتجاه المعاكس ابدا. تمام؟ طيب هنا في السلايد دي حاب يقول لك ايه؟ انت عندك عدد معين من الهيدن لايرز، ما هو تاثير عدد الهيدن لايرز على اداء الموديل وعلى الفصل ما بين الديفرنت كلاسز في مع ديفرنت نمبر اوف هيدن لايرز؟ قال لك لو ما عندكش هيدن لايرز خالص فهيكون الفصل ما بين الكلاسز بخط، لو زودتهم بقوا 3 بقى الشكل كده ايه، في كيرف كده، لو زودتهم بقوا 20 بقى الكيرف متداخل قوي، بحيث ان هو يقدر يفصل فعلا كل النقاط اللي موجوده في كلاس عن كلاس تاني، حتى لو ادى ان الشكل يكون بهذا المنظر. عايز يقول لك ايه؟ ان كل ما بتزود عدد الهيدن لايرز كل ما ده بيؤدي الى اداء مفروض احسن وادق بالنسبه للموديل، بس طبعا انت بتدفع ضريبه لده ان الموديل بتاعك بيكون كومبلكس، بياخد وقت اطول في عمليه الليرنينج، وطبعا الموضوع مش مفتوح الى ما لا نهايه، انت عندك ليميت معينه ما ينفعش تتخطاها، لان لو تخطيتها ممكن يحصل اوفر فيتنج، فكل حاجه بتزود فيها بس بالمعقول. ده فيما يخص عدد الهيدن لايرز. طيب بدأ يكلمنا دلوقتي بقى عن حاجه اسمها الكومن لوز فانكشنز ان ديب ليرنينج. قال لك مبدئيا كده في حاجه اسمها كوادراتيك كوست فانكشن، وفي حاجه اسمها كروس انتروبي كوست فانكشن. دول عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن معادلتين كل واحده فيهم تقدر تحسب مقدار اللوز او الايرور اثناء التريننج، وانت بتدرب الموديل كل شويه بتبدأ تشوف، كل مرة بتبدأ تشوف مقدار اللوز أو الايرور عبارة عن إيه، أو ساعات بيسموه الكوست فانكشن على فكرة. يعني ممكن أسميها كوست فانكشن أو اللوز فانكشن أو نسميها معادلة الايرور، كل دول مصطلحات لحاجة واحدة. فهي عبارة عن معادلة وظيفتها إن هي تقيس الفرق ما بين الأوتبوت الحقيقي والأوتبوت اللي طالع من الموديل. بغرض إيه يا شباب؟ زي ما خدنا في الجراديان ديسنت أز أن أوبتمايزر، والادم اوبتمايزر زي بالجراديان ديسنت بالظبط، بيبدا ياخد الكوست فانكشن دي ويبدا يعمل لها عمليه اشتقاق بالنسبه للدبليو عشان يقدر يعرف مقدار الابديت اللي هيتم ايه في الويت، اللي يخلي نسبه الكوست فانكشن او اللوز فانكشن اقل ما يمكن، ولو كان صفر يبقى يا ريت، زي ما شرحنا بالظبط في الجراديان ديسنت. هتيجي الجزئيه ديت وهوت ويبدا يقول لك ايه، طبعا في انواع من اللوز فانكشنز، مش قصتنا ان احنا ناخد الـ يعني اللوز فانكشنز المتنوعه، ولكن انا يهمني التعامل ازاي بيتم. زي ما شرحنا بالظبط في الجراديان ديسنت، هو اساسا بيقول لك هنا الجراديان ديسنت ويز لوز فانكشن، ايه الانتراكشن بيتم ازاي؟ قال لي ان الدبليو عند تايم تي زائد واحد، يعني الدبليو الجديد يعني زي ما قلنا بالظبط في الجراديان ديسنت، بيساوي الدبليو عند التايم تي اللي هو دلوقتي ماينس الليرنينج ريت مضروب في مشتقة الكوست فانكشن هي السي ديت، اشتقاق جزئي بالنسبة للدبليو. الكلام ده قلناه في الجراديان ديسنت، وقلنا لو انا واقف في قمة الجبل وعايز انزل للمكان الاقصر انخفاضا وببدأ اشوف الخط والميل والليرنينج ريت والستيب والكلام ده كله عشان اوصل لاقل نسبة خطأ، هو ده اللي بيحصل. ليه بعمله؟ ليه؟ عشان اعرف الابديت او الدبليو الجديد هيكون بكام، وبناء عليه اعدل الويتس بما يتناسب مع ان انا اقلل نسبه اللوز فانكشن او الكوست فانكشن اقل ما يمكن عشان اوصل للاوبتيمال سوليوشن بتاعي. يبقى ده الرابط ما بين الجراديان ديسنت واللوز فانكشن. طبعا الجراديان ديسنت ممكن اشيلها واستخدم اي اوبتمايزر زي الادم او اي المومنتيوم، في كذا اوبتمايزر موجودين ودي برضو مش قصتنا نعرف تفاصيله دلوقتي. يبقى خلي بالك انا بدرب النيورال نتورك، بدخل انبوت
وعندي ويتس عشوائيه في الاول واحسب اللوز وارجع تاني اعمل او اشتق اللوز فانكشن واضربها في الليرنينج ريت عشان احسب ايه؟ احسب الدلتا دبليو اللي هو مقدار التغير في الدبليو بما يتناسب مع الكوست او الايرور اللي طالع، بهدف ان انا اقلل هذه الكوست او هذا الايرور لاقل ما يمكن. تمام؟ الكلام ده بنحاول نربطه ببعض اهو عشان بس الناس تبقى فاهمه. هيبدا يقول لك بقى، ودي هنختم بيها قبل الميتنج ما يفصل، ان في ثلاث انواع من الباتش جراديان ديسنت، اسف، من الجراديان ديسنت الجوريزم في ثلاث انواع. الباتش جراديان ديسنت ده بيعمل حاجه غريبه شويه، ان هو كل ما يدخل انبوت سامبل يعني من الانبوت يبدا يحسب اللوز فانكشن اللي هي السي ويرجع تاني ابديت الويت عشان يقلل السي. طب بيعمل الكلام ده كام مره؟ لو انت عندك 1000 سامبل هي ابديت 1000 مره، كل سامبل تدخل يابديت بعدها. في نوع تاني اسمه ستوكاستيك بيابديت، لو انت عندك 1000 سامبل بيابديت مره واحده بس. طب بناء على ايه؟ بيختار سامبل عشوائيه ويحسب الايرور عندها ويابديت بناء على هذا الايرور. اخر نوع الميني باتش، قال لك بيقول لك لو عندك 1000 سامبل